السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بإقامة سكنية ضخمة كبيرة وعصرية تجري يعني الأشغال بها في مدينة مستغانم، واللي يعني عندها طابع عصري سوف تزيد من يعني الإرث المعماري نتاع مدينة مستغانم، وسوف تساعد أكيد في تنظيم النسيج العمراني وهيكلته، إذن بإضافة تهيئات حول يعني هذه الإقامة سوف إن شاء الله تكون الأشغال تنتهي وتكون على حسب التصميم انت الأولي انت هذا الإقامة. أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.